وللمزيد من التفاصيل والتحليل حول مباريات الدوري الإنجليزي ينضم إلينا من القاهرة المحلل الرياضي سيد عثمان إبراهيم. صباح الخير عليك سيد محمد. بداية، يعني ما تعليقك على نتائج مباريات الأمس في افتتاح الجولة 10 بالدوري الإنجليزي؟ تفضل. صباح الخير لحضرتك وكل الساده المشاهدين. يوم الامس ممكن نديله عنوان يوم مفاجاه وسقوط الكبار في البريمير ليج. يمكن طبعا ارسنال يخسر من نيوكاسل بهدف مقابل لا شيء، وكمان مانشستر سيتي اللي كان متصدر يخسر امام بورنموث في طبعا مباراه كانت يعني صعبه جدا على السيتي ونتيجه هدفين مقابل هدف واحد عشان تتوقف سلسله انتصارات مانشستر سيتي وارقامه القياسيه الكبيره جدا جدا في البريمير ليج. طبعا كان المستفيد الاكبر هو نادي ليفربول اللي تخطى منافس صعب جدا وفاز على برايتون نتيجه 2-1 عشان ليفربول يستعيد الصداره مره ثانيه ب 25 نقطه، يكون هو المستفيد الاكبر بعد ما تراجع السيتي للمركز الثاني ب 23 نقطه. نوتنغهام فورست مفاجاه هذا الموسم يوصل المركز الثالث برصيد 19 نقطه بعد فوز كبير برضه في الامس على وستهام يونايتد بنتيجه 3-0، وارسنال يتراجع للمركز الرابع برصيد 18 نقطه وبفارق 7 نقاط عن المتصدر. ارسنال وسيتي بيسقطان للمره يمكن في يوم واحد دي في التاريخ كله ثالث مره الفرقتين او في التاريخ الحديث تحديدا في البريمير ليج ان ارسنال وسيتي يختاروا في نفس اليوم، يعني هو حدث نادر جدا جدا، ولكن استفاد منه ليفربول وربما يستفيد منه تشيلسي في مباراه اليوم. نحن اليوم ايضا مع موعد مع مباراه قمه جديده بالبريمير ليج عندما يلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره تشيلسي، كيف ترى تلك المواجهه في ظل رغبه تشيلسي في مواصله الزحف نحو المقدمه ومحاوله مان يونايتد في الظهور بشكل مغاير؟ نفس هذه المباراة لو رجعنا بالزمن 10 سنوات للخلف كان هي مباراة قمة البريمير ليج، هي قمة الدوري الانجليزي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي لما كان الفريقين هم اللي بيتنافسوا بشدة على اللقب، ولكن حاليا في تراجع في اداء الفريقين، ولكن طبعا مانشستر يونايتد هو المتراجع بشكل اكبر يحتل المركز ال 13 ب 11 نقطة فقط، يعني الفرقة فقدت 16 نقطة في اول 9 جولات. على الجانب الاخر تشيلسي في المركز السادس عنده 17 نقطة، زي ما حضرتك ذكرتي تشيلسي بيسعى الى المقدمة. الفوز النهارده لتشيلسي في مسرح الاحلام في اولد ترافورد هيخلي تشيلسي يقفز من المركز السادس الى المركز الثالث، يعني تشيلسي عنده فرصه ذهبيه يبقى عنده 20 نقطه، يتخطى نوتنغهام فورست، يتخطى استون فيلا، يتخطى ارسنال، فممكن هيعمل قفزه كبيره جدا جدا في جدول الترتيب. لكن على الجانب الاخر مانشستر يونايتد واللي طبعا بيقوده حاليا مؤقتا رود فان نيستلروي الاسطوره الهولنديه ومهاجم اليونايتد السابق عاوز يثبت وجوده ان هو مدرب مؤقت، ولكن عاوز يعمل نتيجه ايجابيه اولا عشان هو بيثبت ان هو مدرب او مشروع مدرب جيد جدا، ثانيا عشان ينتشل اليونايتد من موقعه جدول الدوري في يعني في المنتصف الاسفل من الجدول، عاوز يفوز عشان على الاقل يكون في العشر الاوائل عشان لما يجي المدرب الجديد اموريم اللي هيستلم المهمه طبعا بدءا من التوقف الدولي، يعني ان شاء الله في الاسبوع اللي جاي نعم الاثنين هيبدا المهمه الجديده اموريم المدرب البرتغالي يقود مانشستر يونايتد بدلا من طبعا إريك تن هاج اللي تم اقالته، فمهمه مؤقته لنستروي واثبات الذات امام طبعا رغبه قويه وجامحه لتشيلسي ان هو يتقدم ويقترب من مراكز المتقدمين. مباراه اخرى قويه بتجمع توتنهام مع استون فيلا، ما تحليلك لهذه المواجهه ايضا؟ مباراه في غايه القوه وربما تكون يعني رغبه المتعه الكرويه يشاهدون هذه المباراه الرائعه ان شاء الله. توتنهام واستون فيلا، استون فيلا بيحتل المركز الخامس عنده 18 نقطه، نفس اللي قلناه على تشيلسي ونقدر نقول على استون فيلا ان هو عاوز يفوز بهذا اللقاء عشان يقفز للمركز الثالث. اكيد النتائج الامس خساره ارسنال وخساره السيتي بتطمع فرق كتير من ضمنها استون فيلا عشان يكون متواجد في المربع الذهبي، هو حاليا مركز خامس لو فاز هيخش في المربع الذهبي في اول ثلاث مراكز. الناحيه الثانيه توتنهام مركز عاشر برضه نتائجه متراجعه بشكل كبير جدا جدا، نتائج توتنهام لا تعبر عن الاداء اللي بيقدمه، عشان كده المباراه صعبه وصعبه جدا للفريقين. مباراه لتوتنهام لو فاز بيها هيقفز ويبقى في المركز السابع، لكن لو خسر هذا اللقاء هيبقى موقفه صعب جدا جدا زي ما قلنا من شويه، واليونايتد لو فاز توتنهام هيلاقي نفسه خلف كمان اليونايتد، فالمباراه سلاح ذو حدين وتشبه كثيرا من اليونايتد وتشيلسي ان الفريقين عندهم هدف واحد وهو الفوز، ولكن فريق عاوز ينتشل نفسه من موقعه المتراجع في جدول الدوري وفريق الاخر يسعى للاقتراب من اهل القمه. نعم، اخيرا سيد عثمان ننتقل للدوري الاسباني ومباراه قويه تجمع برشلونه مع اسبانيول في ديربي كاتالونيا، كيف ترى تلك المواجهه تحديدا؟ لو نظرنا على جدول الدوري هنقول المباراه سهله، نادي برشلونه يتصدر جدول الترتيب 30 نقطه، اسبانيول في المركز ال 17 ب 10 نقاط يفصله نقطه واحده عن مراكز الهبوط للدرجه الادنى، فنظريا المباراه تعتبر سهله لبرشلونه، ولكن عمليا هي مباراه ديربي، والديربي
لا يعترف بالمراكز او موقف الفريقين قبل هذا اللقاء، ولكن برضه الشاهد في هذا الموضوع ان نادي برشلونه يؤدي بشكل اكثر من رائع خلال الفتره الاخيره، فاز على اشبيليه، فاز على بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا، فاز على ريال مدريد بربعيه دون مقابل زي ما قالت تقريبا من شويه، فنادي برشلونه يعيش واحده من ادهى واحلى فتراته. هل يستغل هذه الفرصه وكمان يفوز بالديربي عشان يعني يوطد العلاقه بين الجماهير والفريق ويكبر الثقه في هذا الجيل الصاعد الشاب؟ طبعا الموضوع فات الاهميه، وهانز فليك مدرب الفريق يمكن كان مركز شويه اكتر على قصه الفيضانات في اسبانيا، وكان بينتقد ازاي مش كل الماتشات اتاجلت يعني حزنا وتضامنا مع الضحايا اللي سقطوا في هذه الفيضانات، ولكن خلاص رابطه الليجا قررت ان في ماتشات مؤجله وفقا للاحوال الجويه او وفقا للفيضانات طبعا، اما باقي المباريات تقام بشكل طبيعي. فطبعا هيكون الحزن يخيم على مباراه الليجا النهارده، ولكنها تظل مباراه ديربي وقويه وقويه جدا ولن تكون سهله على برشلونه. بشكرك شكرا جزيلا سيد عثمان ابراهيم المحلل الرياضي على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك.